حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع إخباري في عدن، معظم من يطالبون بالانفصال يعيشون مع أسرهم خارج اليمن. فيما وفدها يفاوض في السويد، ميليشيات الحوثي تواصل حملات الاعتقال في صنعاء. صحيفة فرنسية تتساءل هل يتخلى المتمردون عن ميناء الحديدة؟ أهلا بكم. بينما كان ممثلو ميليشيا الحوثي في مشاورات السويد يقولون إنهم على استعداد للإفراج عن آلاف المعتقلين لديهم، كانت أطقمهم تجوب صنعاء وتعتقل من تريد بلا سبب. وعنوان موقع هنا عدن، ميليشيا الحوثي تختطف الإرياني وأبو غانم. وأفادت الأنباء الواردة إلى هنا عدن من العاصمة المحتلة صنعاء كما يطلق عليها الموقع، أفادت بقيام ميليشيا التمرد الحوثي باختطاف الأستاذ عبد الكريم عبد الرحمن الإرياني من مقر عمله في صنعاء. وقال ناشطون تابعوا عملية الاعتقال إن الميليشيا اختطفت الموظف في وزارة المياه المهندس عبد الكريم الإرياني من مقر عمله ومدير إدارة كاك بنك فرع 60 غسان أبو غانم. وتؤكد تقارير حقوقية أن أكثر من 18,000 مدني لا يزالون مختطفين لدى ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. حين يطلقون النار على الأبرياء يستندون بذلك على انتمائهم إلى ميليشيا الحوثي، وهي التي تتولى فيما بعد تبرئتهم. وإن كانوا مدانين فإنها تقوم بعمل آخر، حيث كشف موقع الصحوانت في عنوان بارز: ميليشيا الحوثي تهرب من محاكم إب سجناء متهمين بالقتل. وقال الموقع إن أحد المتهمين بجريمة قتل سهلت له الميليشيا عملية الهروب من باحة محكمة غرب إب بعد تنفيذ حيلة الهروب بالتخطيط مع آخرين. مصادر مطلعة أفادت للصحوانت أن السجين متهم بجريمة قتل المواطن بلال القادري، وتمكن من الهروب من باحة المحكمة بعد خروجه من جلسة المحاكمة. وفي وقت سابق أقدمت أطقم عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي على مهاجمة المحكمة الجزائية في مدينة إب، واعتدت على سيارة نقل السجناء وهربت 4 أفراد متهمين بقضايا قتل، من بينهم القيادي الحوثي عبد الوهاب الوشلي المتهم بقتل المواطن عمران الفقيه أمام زوجته ووالدته وابنته في إحدى نقاط ميليشيا الحوثي بمديرية السبرة. بعد مشاورات الكويت، عاد الحوثيون لتعذيب كل من جاء اسمه في كشوفات الحكومة. هكذا بكل انتقام كان الأهالي يعودون من زيارة أبنائهم بوجع مضاعف وندم لأن الحكومة أدرجت اسم ابنها في سجلاتها للتبادل. أكد كثير من الكتاب والناشطين وأقارب المختطفين هذا، وكتبه أيضا حسين الصوفي في مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا: بعد جنيف الفاشلة بيوم ربما بدأت ميليشيا الحوثي ابتزاز الشرعية بالورقة الوحيدة التي تملكها، ملف المختطفين وفي مقدمتهم الصحفيون. الحوثيون لا يمتلكون سوى ورقة ضغط وحيدة ينتزعون من خلالها مكاسب سياسية، هي الورقة التي تسمى في القانون الدولي جريمة الاختطاف. وما يجب أن يفهمه المفاوض السياسي اللحظة ويتفهمه ويشعر به وينطلق منه هو أن ميليشيا الحوثي تستخدم المواطنين رهائن منذ 4 سنوات، وذلك لانتزاع مكاسب سياسية وإطالة أمد الحرب. وطبقا لهذا التوصيف فإن على المبعوث الأممي والدول العشر الراعية للمبادرة غسل هذا العار فورا وسرعة إرسال وفود الصليب الأحمر الدولي مفوضية حقوق الإنسان لكسر أغلال السجون وتحرير مئات الآلاف من الرهائن ممن تتاجر بحريتهم عصابة الحوثي وتلطخ وجه الإنسانية وتاريخها، تماما كما لو أن عصابة نجحت في اختطاف طائرة في أمريكا أو قطار في باريس أو ملهى ليلي في أوروبا لتتخذ من المواطنين فيها رهائن لابتزاز الحكومات في تلك الدول ماليا أو سياسيا. فكيف سيكون الحال حينها؟ وكيف ستتعامل الدول والأمم المتحدة مع هكذا عصابة اقترفت جريمة خطيرة تهدد الإنسانية كل الإنسانية؟ مطلقا لن يرعى مبعوث أممي وساطة ثم يشكل لجانا واحدة منها للإفراج عن الضحايا وآلية ذلك وتسليم كشوفات وفحص وتدقيق ثم إجراءات هي كلها تؤكد أنها مماطلة لمساعدة العصابة في توظيف كرامة وحرية الرهائن وانتزاع مكاسب سياسية أو مالية. مطلقا لن يحدث مثل هذا العار، لكننا في اليمن نعيشه بحذافيره لأننا نهمل صلب قضيتنا وجوهر وحقيقة القضية الوطنية. وحدهن أمهات المختطفين من ضبطنا بوصلة النضال، لأن السلام لا يأتي إلا من بوابة الحرية فقط.
منذ أكثر من 3 أعوام تفرض ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على المدينة تسبب بتدهور الوضع الإنساني والصحي مع استمرار القصف العشوائي للمدينة. يقول موقع الحرف 28 إن هناك إمكانية للحل، ويعنون الموقع تفاصيل حصرية لمبادرة جريفيث بشأن ملف تعز تعرف عليها. وقال الموقع إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث قدم للأطراف المشاركة في مشاورات السلام بالسويد مبادرة بشأن وقف القتال في مدينة تعز وفتح المعابر والمطار بناء على اتفاق ظهران الجنوب الموقع عام 2016. وتنص مبادرة جريفيث على وقف إطلاق النار غير المشروط في كافة أرجاء محافظة تعز كتمهيد لاتفاق يشمل كافة الأعمال التي تعيق العمل الإنساني كأعمال القصف الجوي والمدفعي والقنص والألغام. وتنص مبادرة تعز على تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وفض النزاعات مع الاستفادة من اللجان الموجودة سابقا. وكانت تشكلت لجنة تفاوض فرعية بين ميليشيات الحوثي والقوات الشرعية بشأن فتح المعابر في تعز أواخر أبريل 2016، لكن ميليشيات الحوثي لم تلتزم وقتها بالاتفاق وشددت الحصار على المدينة. وتضمنت مبادرة جريفيث الحل على مرحلتين، الأولى فتح المعبر الشمالي من صنعاء عبر الحبان إلى تعز بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار إلى جانب فتح مطار تعز أمام العمليات الإنسانية. كما تقترح المبادرة الثانية أو المرحلة الثانية من المبادرة أن يتم فتح المعبر الشرقي في محطة الجهيم الصفا بعد شهر من سريان وقف إطلاق النار وفتح المعبر الغربي إلى محافظة الحديدة. في تاريخ الخبز المغمس بالدم، تحت هذا العنوان كتبت ابتسام تريسي مقالها في صحيفة العرب الجديد. كما حورب اليهود في خبزهم، وجب على الطغاة أن يحاربوا شعوبهم في لقمة الخبز، حتى يثبتوا لبني إسرائيل وحكام العالم المتصهين ولاءهم. يعبر المثل الشعبي عن صعوبة الحصول على رغيف الخبز بالقول إنه مغمس بالدم، لكن العامة بالتأكيد لا يقصدون القصة اليهودية المتداولة عن فطائر الدم التي يصنعها اليهود. التاريخ حافل بالقصص التي ذهب أصحابها ضحايا وقتلوا في سبيل حصولهم على رغيف خبز، لذا عبر العوام عن الشقاء الذي يلاقونه في سبيل الخبز وهو أساس الطعام بهذه الطريقة. لكن أحداً لم يتصور يوماً أن ينفذ الفكرة طاغية مجنون فيقتل الناس عند الأفران ويترك دمهم على أرغفة الخبز، ليترك للتاريخ قصة سيرويها الناس عن أصل المثل وكأنه وضع الآن. ربما تكون الثورة الفرنسية الأشهر بين الثورات عبر التاريخ بارتباطها برغيف الخبز، والموقف المشهور الذي تندر به الفرنسيون والعالم أجمع فيما بعد حين تساءلت ماري أنطوانيت عن سبب هياج الشعب في الخارج، فقيل لها إنهم يطالبون بالخبز ولا يجدونه. لم تكن الثورة السورية بسبب الجوع في الواقع، كانت جماعة كنا عايشين يقولون هذا أيضا لأنهم تعودوا أن الثورات تقوم دائما بسبب الجوع، لكن الثورة السورية كانت ثورة كرامة قبل أن تكون ثورة رغيف خبز، فأراد لها النظام وطاغيته بشار الأسد أن تتحول إلى ثورة مسلحة وثورة حرامية وثورة رغيف. هكذا الطغاة دائما يرعبهم خبز الحرية فيغمسون خبزهم بدماء شعوبهم كي يحافظوا على أعلى منسوب للذل في شرايين عبيدهم. منذ سقوط نظام صالح مدة 8 أعوام إلى اليوم، إلا أن كل القيادات الجنوبية التي غادرت في عهد صالح وادعت أنها منفية لم تعد حتى اليوم. هذا ما يقوله موقع عدن الغد متسائلا، لماذا لا تعود القيادات الجنوبية في الخارج إلى عدن؟ وقال الموقع إن 90% من القيادات الجنوبية التي تتصدر مشهد المطالبة بانفصال الجنوب تتواجد في الخارج هي وأسرها، وتدعو في كل مناسبة إلى استقلال الجنوب عن الشمال. وأضاف الموقع تعيش جميع أسر القيادات الجنوبية في الخارج بوضع معيشي مرفه في الغالب، وظلت هذه القيادات تقول إن ما يمنع عودتها هو حالة البطش والمنع التي ينفذها
مصالح، ويثير بقاء هذه القيادات في الخارج وادعاؤها بوقوفها إلى جانب مظلومية الشعب في الجنوب حالة من التضاد الفكرية ما بين قيادات تدعي نصرة شعب وبين تركها الداخل والذهاب إلى الحياة في الخارج مع أسرها. ويتوصل الموقع إلى التأكيد على أنه لا يوجد أي مانع يحول دون عودة هذه القيادات إلى عدن في الوقت الحالي. الشرط الإنساني وهوية التاريخ. تحت هذا العنوان كتب عبد الحفيظ بن جلولي مقاله في صحيفة القدس العربية. من الضرورة إعادة التفكير في العلاقات الإنسانية كشرط خالص بعد انفضاح الوهم الإنساني على وقع التجويع الممنهج لأطفال اليمن وقتل وتقطيع الجسد على وقع الموسيقى والهدم المريع لبنية الإنسان والمكان في سوريا. فعلاً القسوة اختراع بشري، فالحيوانات لا تعذب بعضها البعض كما قال خوسيه سارماغو. العلاقة كإطار يحتوي على فكرة الرابط تتأسس كمحور لا محسوس، جذره الفكري يرمي إلى المعنى بعمق مهما اختلف الزمن أو المكان. أو العلاقة لا تشترط الانتماء الواحد بل تتأسس داخل فضاء الاختلاف والتعدد، فهي إنسانية بمفهوم وجدانية الفكر. المحسوس وحده لا يوصل إلى الحقيقة، فوجود الكواكب والمجرات في فلك لا تتماس فيه ولا تتصادم، بل تردد موسيقى الكون الفريدة المتمثلة في الصمت والتقارب، يكشف عن نوع من العلاقة بين هذه العناصر تجعلها وحدة متعاونة ومنتجة لشيء اسمه الكون. إن المشترك الإنساني يرتق نظام العلاقات، والفكرة ها هنا لا تبحث في توحيد الرؤية بل تروم المشترك الإنساني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه التتمة هي التي نروم الوصول إليها من خلال إجماع العقل البشري عليها، انطلاقا من أن ابن عربي يمثل الإنسان كون المحبة الأمثل. أدين بدين الحب أن توجهت مراكبه، فالحب ديني وإيماني. هذه المحبة تسهل اندماج الإنسان في نظام استراتيجية العاطفة الذي يجعل من القلب مادة الفكر، تقترب بالعقل من أفق لا محدود، فيجلو أمام الإنسان وتطلعاته منبع التشاركية التي تعتبر الأصل في لقاء الإنسانية الدال والنبيه. فلقد دل الشرط التاريخي على أن الحق يتسنم ذروة الجمال، والإنسانية في حقيقتها بحث عن الحق والجمال. في جولتنا بالصحف الفرنسية والمترجمة خصيصا لقناة بلقيس، مقالة صحيفة لوفيغاغو عن اقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن تخلي المتمردين عن ميناء الحديدة الاستراتيجي كجزء من وقف إطلاق النار ووضعه تحت السيطرة المشتركة للطرفين. تقترح الأمم المتحدة أن يقوم التحالف بقيادة السعودية والإمارات بوقف العمليات العسكرية في الحديدة مقابل انسحاب المقاتلين الحوثيين من المدينة الساحلية، وستوضع الحديدة تحت الرعاية المزدوجة للحكومة والمتمردين وتحت إشراف الأمم المتحدة. وكان على المفاوضين الحكوميين أن يقدموا إجابة خلال اليوم حسب ما أكد أعضاء في الوفود الوكالة فرانس بريس. ووفقا لمسؤول في الأمم المتحدة، فإن الحديدة هي أكثر القضايا صعوبة بجدول أعمال المشاورات في السويد. إذن صحيفة العرب الجديد تحدثت عن العائدين قسرا من السعودية وعن خياراتهم الصعبة للبحث عن الرزق وسط الحرب، حيث قضى عبد الله قاسم 5 أشهر بعد عودته من السعودية يفكر في فرص الاستثمار الممكنة في وطنه، وفي النهاية ظل محتارا بين فتح محل لبيع أجهزة الهاتف النقال أو معمل لتشكيل الألمنيوم. وقد حاول أن يجرب الخيار الأول لكنه اصطدم بارتفاع أسعار الإيجارات بشكل جنوني جعله يستقر على الخيار الآخر. وقال قاسم للعرب الجديد: كنت أمتلك معملا صغيرا للألمنيوم في الرياض واضطررت إلى بيعه والعودة إلى اليمن بعد الإجراءات السعودية لتوطين المهن، وبعد تفكير لأشهر كنت محتارا في أي مدينة يمنية يمكنني أن أجد فرصة لبدء مشروع صغير. استقر قاسم على العمل في مسقط رأسه تعز، وقد استأجر محلا وبدأ عمله في تشكيل الألمنيوم، لكنه يعيش حالة قلق من عدم القدرة على تغطية إيجار المحل البالغ 120 ألف ريال.
الحكومة لم تقدم أي دعم أو تسهيلات للمغتربين العائدين، لكنها أعلنت أخيرا أنها تسعى للاستفادة من أموالهم بعد قرارها رفع أسعار الفائدة إلى على الودائع إلى 27%، فيما يتردد المغتربون بإيداع مدخراتهم لدى البنوك أو استثمارها لدى البنك المركزي نتيجة حالة عدم الثقة بالحكومة وبالقطاع المصرفي. لماذا ما تزال حرية التجمع تهمة؟ تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب ما هي الشعبوية جان فيرنر مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا: من المعلوم للجميع الآن أن العديد من الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم تخضع لضغوط هائلة، لكن التهديدات المتصاعدة لأحد الحقوق الديمقراطية التي تشكل أهمية خاصة لم تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام، فمن خلال وسائل مختلفة تزيد الحكومات من صعوبة ممارسة المواطنين لحقهم في التجمع والاحتجاج. كثيراً ما تأتي القيود الجديدة المفروضة على حق التجمع مصحوبة بتبريرات مبتذلة مثل السلامة العامة. ففي الولايات المتحدة أكدت إدارة ترامب على امتياز تحصيل رسوم التنظيف بعد المظاهرات، الأمر الذي يسمح للحكومة فعلياً بتقاضي رسوم من المتظاهرين في مقابل ممارستهم لحقهم الدستوري. وفي محاولة أكثر سفوراً لتقييد المعارضة العامة، حاولت الإدارة حظر تجمعات في نطاق 80% من الأرصفة المحيطة بالبيت الأبيض. على نحو مماثل، أقر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في الفترة الأخيرة تشريعاً يزيد من صعوبة التظاهر بالقرب من المناطق السكنية الخاصة والآثار والنصب التذكارية الوطنية، مستشهداً باحتمال تسبب الاحتجاجات في تعطيل التدفق العادي للمرور. كما تريد السلطات حظر المظاهرات في المناسبات الوطنية، وباستخدام مبررات غير واضحة بات بوسع الحكومة الآن أن تجعل تنظيم المظاهرات في الشوارع أمراً شبه مستحيل. قد لا يرى بعض المراقبين في إفراغ حق التجمع من مضمونه تهديداً خطيراً مثل التهديدات الأخرى التي تواجهها الديمقراطية، وخاصة التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية لصالح حزب بعينه وقمع الناخبين. وفي نهاية المطاف، ونظراً لاحتمالات تبدو غير محدودة للتجمع، قد تبدو إتاحة المساحة المادية أقل أهمية. تشكل الاحتجاجات في الشوارع والساحات العامة ضرورة أساسية للحياة الديمقراطية، وقد نشأ الحق في التجمع بحرية من حق تقديم الالتماسات للحكام. مئات من أفراد الشرطة الألمانية داهموا نهاية الأسبوع الماضي حفل زفاف عائلة عربية واعتقلوا بعض الأشخاص، فما السبب وراء هذه المداهمة وكيف كانت الحصيلة؟ وفقا لموقع دوتشافيليه، فكثير من المدعوين للحفل مدانون بجرائم سابقة. وعنون الموقع الألماني: الشرطة تقتحم حفل زفاف لعشيرة عربية في غرب ألمانيا. وعلق الموقع أنه لم يكن يخطر على بال ضيوف حفل الزفاف أن تتحول أجواء الفرح إلى تحقيقات ومحادثات مع الشرطة، فقد داهم مئات من عناصر الشرطة الألمانية حفل زفاف لعائلة عربية بمدينة مولهايم أندي رور بولاية شمال الراين ويستفاليا وغرب ألمانيا. والسبب وراء هذه المداهمة هو أن عددا كبيرا من ضيوف الزفاف 1000 شخص لديهم سوابق إجرامية، وهو ما جعل الشرطة تعتقل بعض الأشخاص. من جهته أشار موقع شبيغل أونلاين إلى أن العائلتين تعتبران من أهم العشائر اللبنانية في ألمانيا، وأن عددا كبيرا من أفراد العروس والعريس على حد سواء سبق وأدينوا على الأقل مرة واحدة أمام المحكمة. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم حجز مخدرات لدى أحد الأشخاص، في حين كان بحوزة شخص آخر سلاح، وشخص ثالث أثيرت شكوك حول رخصة القيادة التي كانت بحوزته. وأضافت المتحدثة: مثل هذه العشائر قد تكون خطيرة، وفي الكثير من الأحيان تكون بحوزتهم أسلحة يتم إطلاق النار منها، لذلك يتحتم حماية السكان منها وكذلك الضيوف. من الذي يتحكم في أسعار النفط؟
إذا سبق لك وأن تساءلت حول هذا الموضوع، فإن شبكة البي بي سي قد جهزت الرد، وتقول الشبكة البريطانية إن جملة من العوامل تتحكم بسعر النفط في السوق العالمية، لكن أهم اللاعبين حاليا هم السعودية وروسيا والولايات المتحدة، وتوافق هذه الدول على التحكم بالإنتاج وبالتالي الأسعار، لكن على المدى البعيد سيقل اعتماد العالم على النفط بهدف التصدي للتغير المناخي. تضيف البي بي سي أنه طالما كانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محط انتقادات لاذعة، كان آخرها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذ اتهمها بسرقة بقية العالم والإبقاء على أسعار النفط مرتفعة بشكل مصطنع. وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي اتهمت أوبك بأنها تحتجز العالم رهينة لديها، ولا سيما بعد تقليصها إمدادات النفط عندما تضاعف سعره 3 مرات خلال فترة قصيرة. ومن الجدير ذكره هنا هو أن الأداة الرئيسية التي تملكها أوبك هي التحكم بمستويات الإنتاج، إما من خلال تقليصها إذا أرادت رفع الأسعار أو زيادتها إذا أرادت خفض الأسعار على الأقل إلى حد لا يؤدي إلى انهيار الأسعار. ولا شك أن أوبك تلعب دورا كبيرا في السوق، فهي تنتج أكثر من 40% من النفط الخام في العالم، وقد كانت هذه النسبة أكثر من النصف في بداية عقد السبعينيات، لكن المعدل الحالي ما زال يمثل حصة كبيرة، إلا أن نسبة 60% المتبقية أيضا تلعب دورا كبيرا، إذ توجد دولتان منتجتان للنفط خارج أوبك تحظيان بأهمية خاصة لأسباب مختلفة، وهما روسيا والولايات المتحدة. الطبيعة الساحرة والألوان الخلابة عناوين لهذه الصور المأخوذة من صحيفة الواشنطن بوست، والتي سنعرضها عليكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما سنعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف اليوم. نشاهد. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.